شهدت البطولة الوطنية للكيك بوكسينج التي نظمها النادي الرياضي الذهبي الفول كونتاكت بسيدي عيسى مشاركة ما يزيد عن 15 فريق رياضي من مختلف الولايات. عرفت الدورة مشاركة حوالي 15 نادي من مختلف الولايات، هذا في إطار النشاط الرمضاني. الهدف من هذه الدورة وهي تبادل الخبرات ما بين النوادي، وأيضا تحضير للبطولات الولائية سواء كانت ولائية أو الوطنية في قادم المنافسات. أنا دائما نقولها لهم، نقول لهم احنا في خدمة الشباب مهما كان أي حاجة أنا معهم، ونساهموا معهم بإذن الله في أي تظاهرة نكونوا معهم بربي إن شاء الله. وهذا هو الشيء اللي يحبس الشباب، يخليه كما يقول لك يجي للرياضة وما يروحش للانحراف في الجهة واحدة أخرى. هي بطولة وطنية أطرها القائمون في سهرة رمضانية استقطبت عشاق الفنون القتالية، وكانت فرصة لتبادل الخبرات والتحذير لقادم البطولات حسبهم. وهذه فرصة إن شاء الله تحذير الفول كونتاكت في ولاية المسيلة إن شاء الله بعد رمضان. الجمهور الرياضي استمتع بالعروض ومنازلات مختلف الأصناف من الفرق المشاركة، كما ثمنوا مثل هكذا مبادرات لاستقطاب شباب المنطقة.